أحسن الله إليكم. ونأخذ اتصال الأخ جبران من خميس مشيط. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لو سمحت على سؤالي، أنا صلاة العصر يجي بعض الأوقات وأنا برا خارج المنزل، مثلا أنا أتنقل في محلات أبيع أغراض حاجات بسيطة كذا بسيارتي، جلب المعيشة، ويجي وقت الصلاة ما أتمكن أصلي مع الجماعة، بحيث أن أغراضي هذا لو تركتها صابها سرقة وكذا، فأصلي عند أغراضي خاصة الظهر والعصر. أما بقيت الأوقات نحمد الله ونشكره إني محافظ على الصلاة في المسجد مع الجماعة، المغرب والعشاء وكذا والفجر الحمد والشكر لله، وحتى الظهر والعصر بس بعض الأحيان يعني مو لازم. تفضل يا شيخ. نعم. يقول بأنه يبيع في محل متنقل فضيلة الشيخ، ونظرا لخوفه على بضاعته يصلي عند هذه البضاعة بعض الأوقات. نعم، إذا كان يخاف على بضاعته ولا هناك حارس في السوق له ولغيره من المحلات، فإنه يصلي عند بضاعته، وهو معذور في ترك الجماعة في هذه الحالة. وإن كان معه ناس مثله حالتهم مثله، فيجتمعون ويصلون في مكانهم.